بات الفرج قريبا وأصبح العسر يسر. هذه المساجد قد فتحت وجرى تعقيمها واتخذت جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية. عقمنا ولله الحمد أكثر من 250 جامع ومسجد بمحافظة حفر باطن والمراكز والقرى التابعة لها ولله الحمد. وبدايتنا حوالي 13 يوم أو 14 يوم، والحمد لله انتهينا من الجميع هذا اليوم. حنا طال عمرك نعقم أي شيء في المسجد ملموس، يعني مثلا أزرار المكيفات، الكراسي اللي تستخدم، الأفياش اللي يعني يكون فيها استخدام دائم، مثلا المذياع تبع الإمام، الأبواب اللي تفتح، طبعا الأبواب الخارجية الداخلية، هذه كلها نعقمها بحيث أنه لا سمح الله لو فيه أي فيروسات أو أي أمراض معديات نقضي عليها إن شاء الله بإذن الله. الشوق والحنين لكل ناحية من نواحي المسجد، شعور لا تخطئه الأرواح المحبة لبيوت الله. صراحة يعني شعور ما يوصف، هذه خدمة نخدم فيها يعني بيوت الله وعمل خير وبشر الفضيل، هذا يعني شعور ما يوصف. وإحنا عشان نتمنى بعد أن ترجع المساجد وتفتح ونرجع إلى بين يدين الله. جامع الأميرة سارة بنت عبد العزيز بالسعيرة في جاهزية تامة لاستقبال المصلين من الرجال والنساء. للإخبارية طارق المسعود، السعيرة. وحول هذا الموضوع ومن عمل التقرير السابق زميلنا مراسلنا من حفر الباطن طارق المزهود. طارق يعطيك العافية، وواضح أنه أنت في مسجد في حفر الباطن، كلمنا عن مدى الاهتمام الآن الحالي في المساجد التاريخية. نعم فيصل، أهلا بك. قبل أن نتحدث عن المسجد وعن آلية التعقيم ونحو ذلك، دعني أعطي معلومة بسيطة عن محافظة حفر الباطن. ثاني أكبر محافظة تابعة للمنطقة الشرقية، وهي يقطنها نحو 1 مليون نسمة، وتشتهر محافظة حفر الباطن باحتوائها على أكبر سوق للماشية ربما في الشرق الأوسط. هذه المحافظة يوجد بها نحو 730 ما بين مسجد وجامع يتبعون للمدينة ذاتها وللمراكز وللهجر التابعة لها، 150 مسجد في تلك المراكز والهجر. تم تعقيم نحو 90% من هذه المساجد والجوامع، بدء فيها قبل قرابة 10 أيام، يبدأ العمل في رمضان من 9 مساء، والآن في فترات الآن ربما يبدأون في بعض الجوامع في فترة بسيطة وليست جميع الجوامع، إلى الساعة 1 صباحا والثانية صباحا، وذلك بالتعاون بين إدارة المساجد وفريق السلام للإغاثة والطوارئ الذي يعمل بشكل تطوعي. فيصل، هذا المسجد هو مسجد أو جامع أبو بكر الصديق، والذي يعرف بجامع السحيباني في لدى سكان أهالي محافظة حفر الباطن. هذا الجامع وهذا المسجد يحتوي بداخله على قبو كانوا في السابق قبل 40 و50 عام في فترة الشتاء يصلون فيه نظرا لبرودة الطقس في حفر الباطن، الآن مع توفر الوسائل الحديثة لا يستخدم. هذا الفريق فيصل يتكون من قرابة 2500 شخص على مستوى المملكة. هنا في حفر الباطن نحو 50 شخص يعملون على فرق متعددة، كما تشاهد خلفي فيصل وشاهد المشاهد الكريم، وكما اطلعتم على التقرير الذي تم تسجيله في بلدة أو مركز السعيرة الذي يبعد نحو 170 كيلومتر من هنا. آليات التعقيم، تعقيم الميكروفونات، تعقيم الأبواب، تعقيم السجاد عبر الفرق وعبر الآليات، كل ذلك يأتي للوقاية من تفشي فيروس كورونا. شكرا لك طارق.